تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج مثل ما عودناكم بنتطرق لمواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، وإن شاء الله نستقبل استفساراتكم اتصالاتكم واقتراحاتكم خلال أرقام التواصل ويانا. قبل ما أذكركم أرقام التواصل ويانا، أرحب طاقم العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق ميرا الغفلي، في الإخراج عيسى سبيل، وأقدم البرنامج دكتورة عاشة البسطي. أحينا مثل ما بكلنا عارفين العد التنازلي لشهر رمضان، إن شاء الله بنتطرق المواضيع تخص الأكل في شهر رمضان. طبعا الكل يبغي يعرف أشياء كثيرة ومواضيع كثيرة تخص هالموضوع. قبل ما نبتدي فقرتنا التغذوية مثل ما عودناكم بذكركم برقام التواصل ويانا 500-600-551414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مثل ما قلت لكم اقتراحاتكم استفساراتكم مداخلاتكم تهمنا تفيدنا، وكذلك لأن خدمتنا موجهة لكم، هدفنا إسعادكم وإن شاء الله تكونون دائما بصحة وسعادة. عارفين كلكم الحين إن شاء الله عد تنازلي، أيام قليلة إن شاء الله بنبتدي بالشهر الفضيل شهر رمضان. الله يعود على الجميع إن شاء الله بالصحة والعافية. خلال شهر رمضان عندنا أشياء كثيرة، ومعظم الأشياء يعني تتركز من ناحية تحضيرات الأكل، تحضيرات يعني طقوسنا للعباد وطقوسنا حتى للأكل. اليمعات تكثر في شهر رمضان أكثر، الحمد لله، يعني التركيز يكون على معظم الأحيان على الأكل. الأكل نحتاج أن نعرف طريقة اختيارنا للأكل في هالشهر الفضيل، خاصة سواء الشخص عنده مشاكل صحية أو ما عنده مشاكل صحية، يعني كلا الفئتين يحتاجون يختارون أغذيتهم وأكلهم خلال شهر رمضان بطريقة صحيحة وصحية، عشان الأشخاص بعد أو يمر علينا الشهر بدون ما نحس بتعب، بدون ما نحس بتخمة، بدون ما نحس حتى اللي عندهم مرض السكر أو الضغط أو الكوليسترول ما تكون قراءاتهم مرتفعة، أو حتى على أدوية معينة أو مرض الكلى. فاليوم بنتطرق للعادات الصحية في رمضان في فقرتنا التغذوية، ويانا الأستاذة نجلة درويش عبيد أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير نجلة. صبحكم الله بالنور والسرور. هلا نجلة، كلنا عارفين أيام إن شاء الله وبيبدأ ويانا الشهر الفضيل شهر رمضان، الله يعود على الجميع. آمين يا رب العالمين. وكلنا عارفين من ناحية العادات الغذائية عندنا في شهر رمضان الناس تركز بعد، يعني حابين نعرف من ناحية العادات الصحية في رمضان بما يخص الأكل. إن شاء الله طبعا الله يبلغنا ويبلغكم، رمضان شهر الخير، وإن شاء الله يعني يكون بصحة وخير على الجميع إن شاء الله. ومثل ما نعرف إن شاء الله يعني إن الجسم دائما أثناء الصيام خاصة في الأيام الأولى من شهر رمضان، يعني الجسم يكون ما متعود لا من ناحية الصيام لفترة طويلة، ولا حتى مثلا يصير في اختلاف في ساعات النوم، صح، ويصير في طول السهر، واختلاف أيضا بالعادات الغذائية. فمهم جدا الناس تحاول يعني شوية تضبط أعمارها بهالأيام. طبعا ننصحها من العادات الصحية اللي نحن حابين نركز عليها، خاصة يعني بحلول بقرب يعني حلول شهر رمضان، الاكثار من شرب الماء. يعني الناس اللي مو متعودين على شرب الماء يبدون يتعودون حتى من الحين، عشان ما يصير عندهم جفاف أثناء الصيام، وانهم يعودون الجسم بالتدريج. يعني نحن أقل شيء نقول إن الشخص يحتاج يعني أقل شيء لترين إلى لترين ونصف تقريبا خلال اليوم.
صح. المفروض أنه من الحين يحاولون يتعودون يشربون الماي بهالكمية بالتدريج لين ما يصلون للكمية المطلوبة. الشيء الثاني، في كثير من الأشخاص متعودين على شرب الكافيين، منبهات الشاي والقهوة، فلازم يصابون بالصداع أثناء الصيام، صح، خاصة خلال الفترات الأولى. أيوة، خاصة خلال الفترات الأولى وأول أسبوع من شهر رمضان، يعني تكون الأيام جدا متعبة لهم لأنهم تعودوا على شرب هذه المنبهات بكميات يعني كبيرة من قبل، فيكون صعب عليهم حتى لو خففوا الكمية، فهو الأيام بعد يتعبون. فنحن ننصحهم بعد يحاولون يخففون الكميات هاي اللي يتناولونها، سواء كان من أكواب القهوة أو الشاي، حتى لما يمنعون الصيام والصداع، يعني يمنعون الصداع من الحين، من هالفترة، يعني من خلال هالأيام قبل رمضان بالتدريج لين الأيام الأولى من رمضان، بحيث إن يخففون هالكميات وما يصابون بهالأعراض. صح، على الأقل يكون متعود قبل ما يبتدي متعود، الشهر صحيح، الفضيل. لأن بعد حتى دكتورة عاشة الشرب المنبهات هاي بكثرة بعد تحتاج إلى شرب المياه، صح، في ناس تشربها بكثرة فيصابون بالجفاف وما يشربون الماي إلا في حالة العطش، صح، يعني ومعظم الناس يمكن تعتمد عليها أكثر من شرب الماي. صحيح، يعني في بهالحالة معناته إذا الشخص كان بالفعل ما يشرب الماء إلا وقت ما أحس أنه عطشان، معناته صدق جسمه فقير جدا الماء، يحتاج الماء، يعني وصل عمره لهالمرحلة. عشان كذا نحن نقول لهم دائما اشربوا الماء حتى لو بالتدريج، مو بشرط أنه بس أشعر أنا بالعطش بروح أشرب الماء، وهالشيء المفروض يحصل في رمضان كذلك. صح، فمن وقت الفطور مو بأنه يشربوا الماء دفعة واحدة، بالتدريج لحد وقت السحور يحاولون أن يكون الكمية المطلوبة. في ناس يقول ما نقدر، مثلا يا دوب لتر ونص أو يا دوب لتر نخلص يعني خلال هاليوم، ويعتمدون وايد على العصاير. صح، بعد من هالناحية هي زدنا السعرات الحرارية نحن، صح، ما سوينا شيء. والسكريات، بس نفس ما قلتي الواحد بالتدريج ياخذها ومن هذه الفترة عساس جسمه أكيد، يتعود، وخلاص يتعود أن يشرب الماي بهذه الكمية. صحيح. وبالنسبة بعد للتعود على الصيام، ينصح حتى في الأسبوع الأخير من شهر شعبان، أن حتى لو الناس صاموا يومين الاثنين والخميس أو حتى الأيام البيض اللي كانت قبل، يعني بحيث إنه يعودون تصامم على الصيام ما يتعبون. صح، هاي كلها أمور يعني بالتدريج الواحد تعود عليها قبل حلول شهر رمضان، بهالحالة خلاص بيصير عندهم تكيف في رمضان ما بيتعبون، صح، يعني بيصير جسمهم متعود. بالنسبة لممارسة الرياضة، طبعا نحن ننصح كل شخص يضع خطة كاملة لشهر رمضان من حيث نزول الوزن، أو على الأقل يتجنب زيادة الوزن في شهر رمضان، وإنه يحدد السعرات الحرارية اللي يحتاجها. في ناس تخلي الأمر مفتوح إنهم صايمين فترة طويلة ما تقل عن 15 ساعة خلال اليوم، بالتالي يقومون يأكلون أشياء بزيادة، أو حتى إنه ما تكون كميات كبيرة لكن غنية بالسعرات الحرارية بطريقة أو بأخرى، سواء كان بإضافات الزيوت أو إذا كان مثلا بإضافات السكريات، حتى مثلا في بعض العصائر، يعني مثلا يسوون بطريقة شراب العصير بحيث ان القيمه الغذائيه تكون نوعا ما مفقوده فيها. صح، بهالحاله زادوا الكميات السعرات الحراريه اللي هم ياخذونها هم بحاسين، لكن احنا دائما نوجههم للاكل الغذاء الصحي، طريقه الطبخ تكون صحيه، يبتعدون فيها عن المقالي، يتدرجون حتى اول ما يأذن يبدون بالتمر وماي، بحيث ان يهيئون المعده، يعني مو على طول الواحد يروح ياكل وجبه دسمه. صح، وحتى الواحد يكون يعان هاي الفترة فياكل بكمية كبيرة. كمية صحيحة، وحتى مثلا يحاولون يملون المعدة بس بالعصاير. صح، خاصة على هالجو يكون حار والواحد يكون عطشان. هي سواء كان بالعصاير أو يبدون حتى بكميات كبيرة، بهالحالة هم يعني حرموا أعمارهم من القيمة الغذائية في بعض العناصر الثانية، مجموعات الغذائية من البروتين، من النشويات اللي هم يحتاجونها بكميات محددة، من الخضروات، وخاصة يعني دائما الخضروات تكون يعني مفقودة، شبه مفقودة على مائدة الإفطار. صح، لأن يركزون على أشياء ثانية، المقالي، المقبلات، الحلويات، هالأشياء اللي تم التركيز عليه أكثر. صح، أكثر من السلطات والخضروات. أكيد، وينسون الخضروات. فنحن بهالحالة ننصحهم إنه لازم ينحط على مائدة الإفطار، حتى لو كان مثلا فرش جرجير، حتى لو أصابع خيار مقطعة، يزر مقطع، ونحاول قد ما نقدر أثناء الطبخ ندخله بطبخنا. يعني مثلا نتفريد نقدر نكسب قيمة غذائية، يعني إذا نحن ضفنا خضروات زيادة. صح، حطينا بروكلي، مشروم، يعني ضفنا إضافات من الخضروات، يعني بنستفيد من القيمة الغذائية، بيكون أكثر من أن نحن بس نخليها مثلا عديمة القيمة الغذائية. صح، فهالأشياء. ومهم جدا كمية الكربوهيدرات، يعرفون الناس أن مثلا ما يتناولونها بعد
بكثرة، أن يعني تتشكل الأنواع على مائدة الإفطار وأغلبيتها يكون من النشويات، يعني سواء كان من أصناف أخرى اللي هي ريس الثريد، العيش، المكرونة، الفطاير، المقبلات، هاي كلها تقريبا نشويات. فأنا لازم أعرف الحاجة اللي أحتاجها أنا ومتى أتناولها، أو كيف أقدر أقسم الوجبات هاي من أفطر لين وقت السحور. طبعا تأخير السحور بعد كذلك جدا مهم، يعني مثلا الناس تسحر بوقت وبعدين زادوا عليهم ساعات الصيام، صح، خلال فترة الصيام هني ممكن يتعبون ويعرضون جسمهم للإرهاق، مثل ما ذكرنا في بداية اختلاف النوم طول السهر، هاي كل الأمور تأثر، وتأثر جدا في زيادة الوزن. حتى طبيعة الأكل، يعني نحن يمكن معظم الناس ما متعودة تأكل في الليل، فابتدت تأكل في الليل فترة رمضان، يعني ووجبات تكون ثقيلة أو دسمة خاصة في آخر الليل. وهي الوجبات تكون يعني على طول من الفطور للسحور، اللي وجبات الخفيفة اللي ممكن الشخص ما يحس فيها بس هي غنية بالسعرات الحرارية، بالتالي تزيد أوزانهم. طبعا ننصح بعد ممارسة الرياضة من الآن، خاصة للناس اللي مو متعودين على الرياضة زين، وإنهم يحددون حتى الأوقات، يعني مثلا يحددون أوقات معينة، على سبيل المثال قبل الإفطار بساعة مباشرة أو ساعتين بعد وجبة الفطور، ومثل ما نقول بعد صلاة التراويح حتى، يعني بحيث أن يعودون نفسهم على الحركة والرياضة برمضان، حتى ما يصابون بالتخمة، وبالتالي الكمية الزايدة تتحول إلى دهون في أجسامهم. عادة نلقى الناس تخلي رمضان يعني فرصة لنزول الوزن ولجسم صحي، ويأخذون نمط حياة، يعني نمط حياة صحي حتى بعد رمضان. وفي ناس ممكن ما استفادوا من هالفرصة، ضيعوا العمر من الفرصة وزادت أوزانهم وزادت المضاعفات والمشاكل الصحية حتى بعد رمضان. أستاذة نجلة، بالنسبة لأول موضوع بعد ذكرتي بخصوص الماء، صراحة من أهم المواضيع، لأن صح نحن وايد ننسى سالفة الماء أو نقللها، خاصة ما متعودين نشربها بكميات كبيرة بالليل. أستاذة نجلة، كلمة أخيرة توجهينها لجمهورنا المستمعين الكرام. طبعا مثل ما قلنا، هي رمضان، هو رمضان يعني فرصة نزول الوزن، وعلى الأقل نحافظ على اللي هو وزن مثالي، فياريت يعني نخليها دائما الشعار عندنا برمضان، ونحاول نتوجه للأكلات الصحية والغذاء الصحي، هذا أهم شيء برمضان، ونعود الجميع عليه كل أفراد الأسرة، ودائما نقولهم يعني دمتم دائما بصحة وسعادة. شكرا أستاذة نجلة درويش عبيد، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مثل ما ذكرتنا أخواننا أعزائنا المستمعين بخصوص التغذية أو العادات الصحية في رمضان، يحتاج أن نركز على كل هالأشياء، سواء رياضة سواء ماء سواء أكل، عشان إن شاء الله يمر علينا الشهر ونحن بصحة وسعادة. نترككم إن شاء الله فاصل ورادي لكم. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ببرنامج صحة وسعادة. نذكركم برقم التواصل ويانا 600551414، والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. موضوعنا في هالفقرة موضوع جدا مهم، يتكلم عن فئة مهمة في مجتمعنا، هم مستقبل البلاد. الفئة اللي بنتكلم عنها اللي هم الأطفال. بنتحدث عن قسم الأطفال بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال، ويعد هالقسم من الأقسام التخصصية المهمة اللي يقدم خدمات مميزة للمرضى وفقا لأحدث الممارسات والبروتوكولات الطبية والعالمية في هالمجال. وللحديث عن هالقسم صرنا يكون ليانا اليوم عبر الهاتف الدكتورة فاطمة الجاسم، استشاري طب الأطفال وأمراض الرئة والجهاز التنفسي، رئيس قسم الأطفال مستشفى لطيفة للنساء والأطفال. صبحت الله بالخير دكتورة فاطمة. يا صباح النور وأهلا وسهلا. هلا دكتورة. دكتورة، كلنا عارفين قسمكم من أهم الأقسام التخصصية في مستشفى لطيفة، وبالعموم قسم أقسام الأطفال يعني لها دور كبير ومهم، خاصة في رعاية هالفئة الكبيرة عندنا والمهمة في المجتمع. وكلنا عارفين أن ما تأثر أمراض الأطفال بس على الأطفال، يعني على المجتمع بأسرة، لأنها تأثر حتى على الأهل عموما. دكتورة، حابينك تعطينا فكرة عامة عن الخدمات اللي يقدمها قسم الأطفال في مستشفى لطيفة. أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. أول شيء أحب أشكركم على هذه الاستضافة،
وطبعا لازم أبرز جهودكم وأشكركم على يعني حرصكم الشديد أن تنشرون الصحة والسعادة في مجتمعنا. شكرا. وأهلا وسهلا بمستمعينا، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن ونقدر نجاوب على كل أسئلتكم بإذن الله. إن شاء الله. عندنا بإذن الله عندنا قسم الأطفال في مستشفى لطيفة، طبعا يستقبل جميع الحالات، جميع حالات الأطفال من عمر الصفر يعني المواليد اللي توهم مولودين لين عمر 13 حاليا. والخدمات هذه نقدمها على حسب التخصصات اللي موجودة والأجنحة اللي موجودة عندنا في قسم الأطفال. عندنا أجنحة على حسب التخصص، مثلا عندنا جناح الأطفال العام وجناح العزل، وعندنا جناح العناية المركزة للأطفال، هذا اللي نوفر لهم عناية مركزة متخصصة. من غير عندنا جناح الخدج وحديثي الولادة، وطبعا عندك بعد جراحة الأطفال والتخصصات الثانية. وفي عندنا الحوادث اللي نستقبل فيه الأطفال وبعدين يتفرعون للأجنحة الثانية. وفي الحوادث عندنا الإقامة القصيرة اللي يتمون فيها الأطفال خلال 24 ساعة. وطبعا عدد الأسرة يختلف من جناح لجناح، بس في حدود 60-65 جناح في السرير في الأجنحة العامة، من غير جناح الخدج وحديثي الولادة هذا بروحه يضم 64 سرير تقريبا، وهو من أكبر الأجنحة اللي موجود عندنا في الدولة. ما شاء الله عدد كبير. هي الحمد لله رب العالمين. ومحتاجين الصراحة، ومثل ما قلتي ونوهتي في البداية يعني الأطفال هم المستقبل، هم أهم شيء، وهم اللي يعني صحتهم هي المستقبل. اللي بيشتري في البداية ترى بينتهي به، هو اللي بيبين عقف. اهتمامنا بهم وايد، ونحن جدا حريصين عليه لأنهم المستقبل مثل ما تكلمنا. وعندنا طبعا في قسم الأطفال التخصصات الموجودة ضمن تخصص طب الأطفال، مثل عندنا يعني تخصص أطفال بس في أمراض الأعصاب، عندنا تخصص الأطفال في أمراض الدم، وعندنا أمراض الغدد الصماء والسكري، عندنا ما شاء الله أمراض القلب، وعندنا الخدج وحديثي الولادة مثل ما ذكرت قبل، وعندنا الأمراض الصدرية والجهاز التنفسي، وعندنا الأمراض الوراثية والجينية، وما شاء الله التخصصات ياسة تتفرع ضمن ما شاء الله طب الأطفال. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وهاي يدل ويعكس مدى الاهتمام بهذا القسم يعني وتطويره يوم بعد يوم. يعني ما اكتفيتوا بس أن يكون طب عام للأطفال، يعني ركزتوا أن يكون معظم التخصصات موجودة، وهالشيء يعني تشكرون عليه ومجهود كبير صراحة. هي نعم، وهذا فضل رب العالمين طبعا شيوخنا وحكامنا ورؤسائنا، والحرص هذا هي من حاجة الناس. يعني مثلا أنا بروح عند طبيب عام ونعم فيه، لكن أنا مشكلتي محصورة، فأبغي حد فاهم في هذا الشيء المحصور عشان يوفيني من جميع النواحي ويحل هاي المشكلة. الطبيب العام يكون ملم بكل شيء ونعم فيه وما يقصر، لكن يوم بين شيء معين أبغي واحد يكون متخصص ومتفهم في هذا الشيء المعين ويجاوبني على كل أسئلتي ويساعدني ويحاول يحل المشكلة. صح. دكتورة، شو أبرز أمراض الأطفال اللي يتعامل وياها القسم؟ طبعا أمراض الأطفال ما شاء الله يعني وايد ومتفرعة، وعشان كذي نحن قمنا سوينا تخصصات لكل فرع ولكل جزء. بس أنا ممكن أتكلم عن أبرز الأمراض عند الأطفال بشكل عام اللي هي الالتهابات. يعني معظم الأطفال اللي يزورونا سواء في العيادات الخارجية أو يدخلون الأقسام يكون السبب التهاب، وهذا الالتهاب ممكن يكون أي مكان، يعني ممكن يضرب الشعب الهوائية، ممكن يضرب الدم، ممكن
هذا الجهاز الهضمي أو يعني أي التهاب في أي مكان، هذا يكون شائع وموجود لأنه يكون مكتسب من البيئة. فهذا وايد وارد، وخصوصا عندنا في الأوقات السيزن، يعني في المواسم المعينة. في المواسم المعينة بالضبط، مثلا عندك في الشتاء نلاحظ وايد عندنا جام والتهابات رئوية وهاي الأشياء، ومن المدارس يجونا التهابات التهابات المعوية وهاي الأشياء، فعلى حسب الموسم وعلى حسب المكان اللي هم متواجدين فيه. بس أبرزها الالتهابات، عندنا أشياء ثانية بس الالتهابات هي مخض الصدارة عندنا أكثر. دكتورة نرجع للتخصص، صح طب الأطفال، بس أنت متخصصة كذلك في أمراض الرئة والجهاز التنفسي. كلنا ملاحظين أن في أمراض الرئة والجهاز التنفسي بدأت أكثر مع الوقت تكثر، وتكون يعني أطفال وايد يصابون بهاي الأمراض وتأثر عليهم سواء على الدراسة سواء على يومهم، وكذلك تأثر على الأهل. فشو أسباب أهم الأسباب لهاي الأمراض اللي تأثر على الرئة والجهاز التنفسي؟ أوكي، أنا ممكن أتكلم عن الجهاز التنفسي لأن هذا أقرب شيء لنفسي وقلبي، وأنا ما دخلت هذا التخصص إلا وأنا حابتنا أو عاشقتنا بمعنى أحرى. يعني الأسباب تختلف، يعني ممكن أن نبرزها بشكل نذكر فيها أن هي مرتبطة بالوراثة أو مكتسبة، أو ممكن يعني نذكرها بحسب مكان الإصابة في الجهاز التنفسي. يعني مثلا عندي الجزء العلوي، عندي الجزء السفلي، ولا الجزء اللي مرتبط بمجرى الدم، ولا الجزء اللي مرتبط بالكيس اللي يغطي الرئة، أو مثلا الشعب الهوائية، على حسب المكان. بس الأمراض الوراثية عامة نكتشفها عند الولادة، لأن عندنا ما شاء الله وسائل وتقنيات حديثة وفحوصات نقدر نكتشفها عند الولادة، أو طبعا في عمر معين على حسب المرض، لأن بعض الأمراض ما تي وقت الولادة وفعلا تكون وراثية، بس تبرز أكثر في عمر معين أو ممكن حتى يكون تشخيصها متأخر. أما المكتسبة على حسب البيئة مثلا، وعلى حسب جهاز المناعة وردة فعله، على حسب التغذية، أو أمراض مرتبطة بالحساسية، أو مثلا اللي أبغي صراحة أستغل فيه من بركم هذا وأنوه عليه، اللي هي الأجسام الغريبة المستنشقة، لأن هذا ملاحظ عندنا في بلادنا وايد. يعني الطفل يكون يلعب بأجسام صغيرة مثلا، سواء كان أكل أو لعبة أو أي شيء في دي، ونغفل عنه وتلاقينا يعني استنشق أو شرق بها وراحت في الصدر. هاي طبعا سبب مشاكل إذا نحن ما عرفنا وشخصناها بتأخر، أو وتحتاج طبعا عملية عشان نطلعها. بس بشكل عام معظم الأمراض اللي في الرئة والجهاز التنفسي، الحمد لله مع تطور العلم وتطور التقنيات اللي موجودة وتطور التخصص نفسه، نقدر نعالجها ونقدر نسيطر عليها، أو نقدر حتى يعني حتى لو ما لها علاج نأخر تطورها. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. دكتورة، مثل ما نعرف الوقاية طبعا خير من العلاج، فكيف نقي الأطفال من أمراض الجهاز التنفسي؟ أوكي، أنا ممكن أقول يعني الوقاية من الأمراض بشكل عام مثل ما تفضلتي، يعني أن نتبع الإرشادات الصحية العامة. بس يوم بني حق الجهاز التنفسي والرئة، الأمراض المكتسبة عادة تأتي بالعدوى، يعني ما أتكلم عن الأشياء الوراثية والأشياء اللي موجودة والردي في الرئة، بس الأشياء اللي تينا من البيئة اللي تكون مرتبطة بالوسط اللي نحن موجودين فيه. رقم واحد أن نحن نتبع الإرشادات الصحية ونتفادى هذه العدوى. ثاني شيء عند الأطفال خصوصا التطعيم، يعني ما نتأخر عن تطعيمهم، لأن هذا له تبعات يمكن إحنا ما نفكر فيه أو ما نعرفه، بس التطعيم عند الطفل وايد مهم لأنه يقي من وايد أمراض.
غير كذي الأكل الصحي، الراحة، اللعب العادي يعني من ضمن الرياضة، والبعد عن الضغوطات. غير هذا شيء مهم بعد أبغي أنوه عليه، أن إذا عدنا مثلا مدخنين، عائلة مدخنة أو مكان فيه تدخين، ليش نعرض الطفل لشيء مثل هذا يسبب له أمراض أو يعني أعراض الحينة أو ممكن مضى الحينة تظهر عقب؟ فهذا التعرض الغير مباشر للطفل للتدخين بعد يعني ممكن نحن نتفاداه ونقيم وايد أمراض. الأكل وايد مهم، اللعب، الحركة مهمة وتدعم الجهاز المناعي، الراحة يعني الرقاد في وقته، الأكل في وقته، اللعب في وقته، هذا كله يعني أشياء بسيطة لكن صدقيني لها تبعات جدا كبيرة. صح، أنا وياك في هالنقطة، يعني الوقاية خير من العلاج، والنقاط اللي ذكرتيها دكتورة في غاية الأهمية وسهل كل واحد يطبقها حتى على عياله وياخذ الحذر أساس ما يكون عندهم أمراض في الرئة أو حتى في الجهاز التنفسي. الدكتورة فاطمة الجاسم استشاري طب الأطفال وأمراض الرئة والجهاز التنفسي، رئيس قسم الأطفال بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال. شكرا لك. شكرا لكم وشكرا لتحت هاي الفرصة. السلام عليكم. شكرا دكتورة، عليكم السلام. مستمعينا الأعزاء، مثل ما حدثتنا الدكتورة فاطمة بخصوص الأمراض خاصة أمراض الجهاز التنفسي أسبابها والوقاية منها، نشكرها صراحة على ذكرها الشيء الكبير اللي هو استنشاق الأمراض القريبة، يعني خاصة الأطفال يعني يشرق بشيء ويؤدي صح، يعني الأهل مو بعارفين تكرار الالتهابات عنده في الصدر وآخر شيء يطلع لأنه شارق بشيء وما حد منتبه عليه. خليكم الحين فاصل ورادي لكم بعد الفاصل إن شاء الله موضوع مهم كذلك مثل ما عودناكم. صحة وسعادة. سمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. نذكركم بأرقام التواصل ويانا 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. موضوعنا الحين في الفقرة هذه موضوع جدا مهم، يتطرق الواحد من أهم الأمراض اللي ما تأثر بس على المريض، تأثر على العائلة ككل، ها أول شيء، اللي يصابون فيه في أعمار مختلفة، وثاني شيء يعتمد العلاج كثيرا على فترة المرض نفسه وحتى بعد تخطي المريض المرض، لأنه يحتاج المتابعة سواء من ناحية الطبيب سواء من ناحية العلاج الطبيعي وأشياء ثانية. إن شاء الله بنتعرف عن هالموضوع خلال فقرتنا هذه اللي بنتحدث فيها عن الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي لمرضى الجلطات الدماغية. ويعتبر مركز الجلطات الدماغية بمستشفى راشد أحد أهم المراكز المتخصصة بهيئة الصحة بدبي، واللي تتعامل مع مختلف الحالات المرضية اللي تستقبلها من كافة إمارات الدولة. الحديث عن هالمركز يسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الدكتور سهيل الركن، استشاري أمراض المخ والأعصاب بمستشفى راشد. صباحك الله بالخير دكتور. صباح النور والسرور، أهلا وسهلا أختي. أهلا دكتور، شكرا على الاستضافة. الله يخليك دكتور. مثل ما كنا عارفين بخصوص الجلطات الدماغية، يعني ما بس بيأثر على المريض، يأثر على العائلة ككل، وخاصة طريقة العلاج بعد تأثر على بالنسبة لي الريكفري أو إعادة المريض لحالة أحسن عن بعد الجلطة تقريبا أو خلال الجلطة. فممكن تحدثنا أكثر عن الخدمات اللي يقدمها مركز الجلطات الدماغية بمستشفى راشد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعتبر مركز الجلطة الدماغية في هيئة صحة دبي من المراكز اللي على مستوى دولة الإمارات النموذج في هذه الخدمة، حيث أنه يطبق أحدث المعايير العالمية من ناحية التعامل السريع مع الجلطات النزيفية أو الانسدادية من خلال تقديم مسيلات الدم في أوقات قياسية حقيقة، زايد استخدام القسطرة الدماغية والجراحة لفتح أي انسداد شرياني. يستقبل المركز سنويا ما يعادل 800 مريض أو ضحية للجلطة الدماغية على مستوى إمارة دبي والإمارات، بمعدل مريضين أو 3 في اليوم. يتعامل معاهم بأحدث التقنيات، حيث تم تجهيز وحدة القسطرة الدماغية بأحدث الأجهزة.
كما توجد في مستشفى راشد أجهزة التصوير المقطعية والمغناطيسية مفتوحة للاستخدام في خلال 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع في هذا المجال. من الأشياء اللي تسعى لها الهيئة في تطوير هذا العمل هو التنسيق مع إسعاف دبي في نقل المرضى بأسرع وقت، لأن معروف أن في مجال الجلطات الدماغية أن الوقت هو الدماغ، فكل ما تأخر المريض أو أهله في إحضار المريض أو طلب المساعدة تأخرنا في إعطاء الدواء لمساعدة المريض. فعادة إحنا عندنا خلال 4 ساعات الأولى ممكن أن نتدخل نسوي شيء جيد للمريض في هذا المجال. من القصص القريبة الأسبوع الماضي مواطنة أوروبية كانت جاية على طيران الإمارات من لندن، فعقب ما طارت الطيارة رقدت فنششوها قبل الوصول لمطار دبي، فحصلوا أن الحرمة الجهة اليسار من جسمها ما تحركة وعندها مشكلة في النطق والبصر في الجهة اليسار أيضا، فتم نقلها عبر تعاون مع مطار دبي زائد إسعاف دبي إلى مستشفى راشد، وتم التدخل الطبي عقب الجراحي والقسطرة الدماغية. الحمد لله خلال 4 أيام الحرمة طلعت من المستشفى تمشي بوضعية جدا جميلة. فوجود هذا النظام المتكامل هو ما تسعى إليه هيئة الصحة لخدمة أكبر شريحة من المقيمين ومواطني دولة الإمارات. صح، وخاصة أن الفارق الوقت يعني الدقائق تعتبر محسوبة في النتيجة النهائية اللي بعد الجلطة. صحيح نعم، يعني شغل ما نعرف احنا من الدراسات الطبيه ان في كل دقيقه يتاخر المريض انه يوصل للمركز المتخصص لعلاج الجلطه الدماغيه يفقد حوالي 2 مليون خليه دماغيه. مره ثانيه دقيقه 2 مليون خليه دماغيه، فعندنا احنا الساعه اللي نسميها الساعه الذهبيه اللي هي اول 4 ساعات ممكن نعمل اي تدخل طبي. فكل ما المريض اسرع يعني خلال اول ربع ساعه نص ساعه ساعة من أعراض الجلطة الدماغية بداية الأعراض الجلطة الدماغية ممكن إحنا أن نساعده أو ننقذ حياته أو ننقذ الأسرة كلها اللي هو يعتبر الأب أو الأم أو ولي الأمر لهاي العائلة. الحمد لله. دكتور، شو الإنجازات اللي حققها المركز خلال الفترة الماضية؟ سؤال جميل. بدعم معالي حميد القطامي في هذا المجال المركز حصل الاعتماد الأوروبي والألماني كأول مركز خارج الاتحاد الأوروبي حصل هذا الاعتماد، والاعتماد والشهادة اللي حصلناها هذه إن إحنا نعادل في المستوى جميع مراكز الجلطة الدماغية في جمهورية الألمانية الاتحادية والنمسا وسويسرا. كان رقمنا 261، فهذا اول هذه اول او هذا اول مركز خارج هذه المنظومه يتم اعتماده بالمعايير الاوروبيه. رقم 2، احنا نعتبر مركز تدريبي على منطقه الشرق الاوسط، يجون دكاتره متخصصين او يريدون يتخصصون في مجال الجلطه الدماغيه يتعرفون على احدث التقنيات في هذا المجال. ما اقدر احصي عدد الدول اللي يجون، ولكن اقدر اقول من جنوب افريقيا الى شمال افريقيا، من تركيا الى الهند الى كوريا الى الدول العربيه كلها بلا استثناء زارونا في المركز للتعرف على التجربه النموذجيه اللي قامت بها الهيئه. ايضا نسعى الى خلال ان شاء الله 2019 الى الحصول على الاعتماد الامريكي كاول مركز خارج امريكا في هذا المجال. ان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق دكتور، خاصة فيما يخص بالأمراض الجلطات. يعني ما ذكرت نفس ما ذكرت، خاصة أن الدماغ من أهم الأجهزة اللي في جسم الإنسان ككل، يعني والدقائق تفرق في هالحالات. دكتور، نتكلم أكثر عن الجلطات الدماغية، شو أسباب الجلطات الدماغية؟ سؤال جدا مهم، نوعي الجمهور بهذا المجال. في 5 أسباب رئيسية للجلطة الدماغية، هي أسباب كثيرة ولكن الجمهور لازم يهتم بخمس أسباب. السبب الأول اللي يسمى القاتل الصامت سايلنت كيلر اللي هو ارتفاع ضغط الدم. حصلنا من دراسات قمناها على مستوى هيئة الصحة أن حوالي 70% من الناس اللي يجونا عندهم جلطات دماغية عندهم تاريخ
لارتفاع ضغط الدم، اما ياخذون ادويه او ما ياخذونها. فضغط الدم وارتفاعه جدا مهم، فننصح الجمهور بمراجعه طبيب الاسره بهذا الخصوص، واذا هو محتاج انه ياخذ ادويه لارتفاع الضغط لازم ياخذها ويقلل الملوحه. السبب الثاني ارتفاع السكري. حصلنا 50% من المرضى اللي عندنا اصابوا بالجلطه الدماغيه في السجل الجلطات الدماغيه اللي يتابع لمستشفى راشد، ان 50% عندهم اضطرابات في مرض السكري او عندهم عدم انتظام في السكر وعدم اخذ الادويه. السبب الثالث اللي هو التدخين. التدخين يعتبر من العوامل الرئيسيه في تصلب الشرايين اللي سايره للدماغ او الشرايين اللي داخل الدماغ، مما يؤدي الى الجلطات الدماغيه. العامل الرابع اللي هو اضطرابات نبضات القلب، وهي عادة تطلع في الناس اللي عمرهم فوق 65 سنة. عادة المريض يحس إن في خفقان غير مريح يصير في القلب، إن قلبه سريع الخفقان، فيصح إن يراجع الدكتور لهذا الشيء لتجنب حدوث جلطات دماغية. السبب الخامس اللي الجمهور لازم يركز عليه وينتبه له اللي هو عدم ممارسة الرياضة. في دراسة حديثة عملوها في شمال أوروبا أو في أوروبا وشمال أمريكا، أيوة، حصلوا أن الناس اللي يمارسون 30 دقيقة من المشي السريع 3 مرات في الأسبوع يقل لديهم العرضة للجلطة الدماغية بحوالي 40%. مرة ثانية، 30 دقيقة 3 مرات في الأسبوع مشي سريع يقل الإصابة بالجلطة الدماغية بحوالي 40%. تقريبا نص الـ يعني. نعم. وهذا من غير أدوية، من غير تعيش حياتك نشيطة. الإسلام دعا إلى ممارسة الحياة الصحية، الرياضة. حكومتنا الرشيدة عملت حدائق فيها مماشي، عملوا في الخوانيج وغيرها اللي هو المركاض، الناس إنه يتمشون السياق في منطقة الورقة وند الحمر. فنتمنى من الناس ممارسة الرياضة، وأنه يكون روتين لدى جمهورنا من المواطنين والشعب أن ممارسة الرياضة. ونفس ما قلت دكتور 30 دقيقة، يعني 30 دقيقة تعتبر يعني وثلاث أيام في الأسبوع، يعني مو بأن يوميا وساعات. صح، 30 دقيقة هاي أقل من مشاهدة نص مباراة إذا أنت جالس قدام التلفزيون تشوف المباراة. من الأشياء المهمة اللي أحب أن أذكر فيها الجمهور إذا حدث، شو العلامات اللي ممكن دكتور سهيل نلاحظها لمريض الجلطة الدماغية؟ صح، هالشيء وايد مهم، خاصة أساس الناس تعرف وتلحق على المريض من البداية. جدا هذا مهم. هي ملخصة في كلمة عاجل، اللي العين اللي هي عشر في النطق. فإذا لاحظت إنسان مرة واحدة هو يالس وياكم أو نشم الرقاد أو كان في المسجد أو في السوق ومرة واحدة تلخبط كلامه، أيوة، كلامه غير مفهوم أو ما يقدر يتكلم بطبيعة، هذه من علامات الجلطة الدماغية. رقم 2 اللي هو انحراف في جزء من الوجه، كان الإنسان وجهه طبيعي مرة واحدة الوالدة أو العمة وكذا تم انحراف في جزء من الوجه، إنه بدأ الوجه ما يتحرك بطبيعته، ما يقدر يبتسم الطبيعي بالوجه الطبيعي. رقم 3 اللي هو جزء ضعيف من الجسم، مرة واحدة إيده ما تنتهض، ريله ما تتحرك، ما يقدر يقوم من مكانه. فهذه الأشياء الثلاثة نقول فيها لا تتأخر في طلب المساعدة. فكلمة عاجل، عين عسر في النطق، ألف انحراف في الوجه، في جزء من الوجه، جزء ضعيف من الجسم، لا تتأخر في طلب النجدة، حرف اللام. يعني بطريقة سهلة دكتور سهيل، يعني حتى أي واحد يقدر يفهمها. يعني هالشيء جدا جميل حق للمجتمع، نوجه رسالة المجتمعية بطريقة بسيطة، أنك شقد تلحق على الشخص أو أنك تعرف أن احتمالية إصابته بالجلطة الدماغية من خلال أشياء بسيطة بحيث الواحد ما ينساها. صحيح صحيح. دكتور سهيل، بالنسبة لي شو النصايح اللي توجهونها للمرضى وأفراد المجتمع بشكل عام بخصوص الجلطات الدماغية؟ سؤال جميل. رقم 1 إذا كان عمرك الأخ المستمع والأخت المستمعة فوق 35 سنة لازم تزور طبيب الأسرة على الأقل مرة في السنة، يعمل لك الفحوصات الدورية، يشوف الضغط مالك، يشوف نسبة السكر والكوليسترول مرة في السنة. إذا عمرك فوق 40 سنة أخي الكريم لازم تمر دكتور الأسرة على الأقل مرتين في السنة، يشوف الأمور الحيوية والضغط. إذا اكتشفوا عندك في ارتفاع في الضغط أو في السكر
تأخذ النصائح من طبيب الأسرة المختص في تقليل كيف تنزيل السكر أو الضغط. من الأشياء اللي نصحت بها الجمعية الأمريكية لأمراض القلب والجلطات الدماغية تقليل الأكل اليومي من الموالح أو من الملح. الاستهلاك اليومي من الملح عندنا على المستوى الوطن العربي أو كذا حوالي 2.5 جرام إلى 3 جرام يوميا. جميل. نصحة الجمعية أن الإنسان يستهلك أقل من جرام واحد. هذا لأنه من العوامل الرئيسية لتقليل الضغط. فالناس اللي يحبون الموالح الكثيرة، السلطة بالملح، يحاولون أو الأجبال من الملح تقليلة، لأن هذه ترفع الضغط، خاصة إذا أنت عندك مريض عنده مشكلة في الضغط أو تاريخ أسري عنده في الضغط، عائلة إخوانه وأبوه عندهم ضغط، يقلل من الأملاح. هذه رقم 2 أنصح فيها. رقم 3، 30 دقيقة 3 مرات في الأسبوع من المشي السريع دقيق وتحافظ على قلبك ودماغك. نصايح صراحة دكتور صحي بسيطة بس لها أثر كبير صراحة، والجميل أنك أنت ما عقديته، يعني عطيته بطريقة سهلة يعني حتى الجمهور يتقبلها من ناحية زيارة طبيب الأسرة وكم العدد حسب العمر بعد كذلك 35 أو 40، وخاصة من ناحية الملح نفس ما قلت أنت، أكلنا إحنا وايد يحتوي على أملاح كثيرة، والتركيز على الضغط لأن معظم الناس ما بعرف أن فيها ضغط لأن ما تطلع العلامات على الشخص، يعني مو مثل نزل معوية بيحس بألم أو شيء معين ما بيحس بأي شيء. شكرا لهالنقاط اللي ذكرتها دكتور سهيل. دكتور سهيل الركن استشاري أمراض المخ والأعصاب مستشفى راشد، شكرا لك. تحياتي. شكرا دكتور. مستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرنا دكتور سهيل بخصوص الخدمات اللي يوفرها مركز الجلطات الدماغية، الإنجازات كذلك اللي تعكس المجهود الكبير اللي يبرزه هذا المركز، وكذلك واللي أهم شو أعراض الجلطات الدماغية عشان الواحد ينتبه من البداية ويطلب المساعدة الطبية قبل ما تعدي ساعات، يعني في الدقائق الأولى، والأهم الوقاية. هذا جزء كبير، وذكرى دكتور سهيل بطريقة جدا بسيطة وطريقة الواحد أي واحد فينا يقدر يسويها إن شاء الله عساس تقل الجلطات الدماغية عند الجميع. وأوصيكم كذلك من ناحية بعد الجلطات الدماغية من ناحية المتابعة الدورية بخصوص سواء المريض وسواء حتى أهل المريض. في رسالة وصلتنا اللي تقول دكتورة مطحون نوى التمر هل بديل عن القهوة أم محمد؟ ذكرنا أن مطحون والتمر ما يحتوي على الكافيين، فبيلاحظ أي واحد أن يعني ما بتعطيه المفعول، يمكن الطعم يشبه القهوة خاصة إذا ضفنا للهال أو القرنفل نفس ما نضيفه للقهوة، بس ما يحتوي على الكافيين، وإن شاء الله بنتطرق للموضوع بالتفصيل مع أخصائية التغذية. مستمعين الأعزاء، وصلنا نهاية برنامجنا لليوم. أشكر فريق العمل وياي في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق ميرا القفلي، في الأخراج عيسى سبيل، ومحدثتكم الدكتورة عاش البصلي. إن شاء الله نلقاكم الأسبوع الجاي. أتمنى لكم إجازة آخر أسبوع سعيدة ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.